العالم ابن البيطار الجزء الثالث. زار العالم ابن البيطار كثيرا من الأماكن منذ بداية شبابه، فمن الأندلس مسقط رأسه تنقل بين المغرب والجزائر وتونس، وأقام قليلا في مصر، ومنها انطلق إلى دمشق، ثم أكمل تلك الرحلة الطويلة بذهابه إلى اليونان وأرض الأناضول، يعاين النباتات في مواطنها الأصلية ويدرسها بتمعن، ويجري عليها تجاربه وأبحاثه، وإلى جوار ذلك يضع المؤلفات الخاصة بعلم النبات. سيدي ابن البيطار، خيراً، ها هي عينات النباتات التي طلبت مني إحضارها. حسناً، ضعها هناك من فضلك. ما الأمر يا سيدي؟ أراك مشغولاً بشيء ما، فهل لي أن أساعدك؟ منذ جئت إلى الأناضول وأنا مهتم بأبحاث العالم الكبير دياسقوريدس، فرغم أنه عالم قديم إلا أنه من أهم من ظهروا في هذه المنطقة، بل ربما في العالم كله في مجال الطب والأدوية. نعم، إنه عالم شهير جدا، وقد ألف كتابا يضم 5 مقالات حول كل ما يعرفه من الأدوية. كان معلمي أبو العباس بن الرومية قد قرأ علي هذا الكتاب وشرحه لي، بل ألف كتابا أسماه شرح أدوية دياسقوريدس وجالينوس والتنبيه على أوهام مترجميها. ولكنني أفكر في وضع كتاب آخر لترجمته وشرحه. مادام يوجد كتاب بالفعل، فلما ترهق نفسك في وضع كتاب آخر يشبهه؟ لن يشبهه، فسأتبع منهجا آخر في ترجمة الكتاب. سأذكر كل مصطلح بلغته اليونانية، ثم أترجمه إلى العربية، ثم أشرحه بما أكرمني به الله من علم، لأقرب ما فيه من معلومات للمبتدئين في علم النباتات والأدوية، وأساعدهم في فهمه. عفوا يا سيدي ابن البيطار، ولكن أنت مهتم بالتجارب والدراسات، فلما تضيع وقتك في التأليف والكتابة؟ يمكنك استغلال هذا الوقت لإجراء المزيد من الأبحاث وتطويرها، ألن يكون هذا أكثر فائدة؟ ما أفعله الآن مفيد أيضا، مفيد لأجيال كثيرة قادمة من طلاب العلم. دور العالم لا يقتصر فقط على اكتشاف الجديد، بل يجب أيضا أن يكون له دور في توصيل ما عرفه ممن سبقوه لمن سيجيئون بعده. مهمة صعبة يا سيدي، ولكنها تظل ممتعة بالنسبة إلي. عرف ابن البيطار حجم المسؤولية الواقعة عليه كعالم، وقام بها خير قيام. وبعد رحلة طويلة بين بلدان العالم، عاد ابن البيطار إلى دمشق التي قرر أن يقيم بها ما تبقى له من حياته. هل استفدت من رحلاتك على النحو الذي كنت تتمناه يا سيدي؟ الحمد لله يا أحمد. أتعلم؟ كنت كل يوم أتعلم أمرا جديدا وأكتشف أمورا لم أكن أتوقع أبدا أنني يمكن أن أتوصل إليها، وعندي لك مفاجأة يا أحمد. خيرا يا سيدي. تعرف أنه لا غنى للطبيب عن عالم النباتات، فالثاني يركب المستحضرات والأدوية التي يصفها الأول لمرضاه. هذا صحيح، وهذا ما دفعني لتأليف هذا الكتاب. ما هذا؟ المغني في الأدوية المفردة؟ نعم، هو كتاب قسمته إلى 20 فصلا، وجمعت فيه ما عرفته من الأدوية التي لا غنى للطبيب عنها، كما قمت بترتيب الأدوية التي تعالج كل عضو من أعضاء الجسد
ترتيبا مبسطا ووضحت كل هذا بطريقة مختصرة. أعتقد أنه سيكون كتابا مفيدا للأطباء ولطلاب الطب. تعتقد؟ هذا من أهم الكتب التي ظهرت. شكرا لك أيها العالم الكبير، كم أنت مخلص للعلم وحريص على مصلحة طلاب العلم. وبعد عودته إلى دمشق ظل ابن البيطار مستمرا في تجاربه وأبحاثه بنفس الحماس الذي بدأ به شابا. أما زلت في معملك يا سيدي؟ نعم يا أحمد. هل تريد شيئا؟ أريدك أن ترتاح قليلا. أنا أرتاح بالعمل، كما أنه يجب أن أنهي هذه التجارب سريعا، فما زالت أمامي مجموعة أخرى من التجارب يجب أن أنهيها. إن سمحت لي يا سيدي، فعندي نصيحة أريد أن أنصحك بها، وأعتذر إن كنت أتجاوز حدودي. تتجاوز حدودك؟ على العكس، يجب عليك أن تنصحني وتنبهني متى ما رأيت هذا ضروريا. ها، هات ما عندك. أليس من الأفضل أن تتفرغ الآن للتدريس؟ لقد وضعت مؤلفات ورسائل كثيرة في علم النباتات، وقرأت الكثير والكثير من المراجع وكتب السابقين، وأجريت مئات التجارب، فما الفائدة من أن تقوم بتجربة قام بها من قبلك ودونوا نتائجها؟ لا تنسى أنني أقوم بتجارب جديدة، فما لدينا من المعرفة والإمكانات الآن يفوق ما كان متوفرا لمن سبقونا. ولكنني لا أنكر أنني أقوم بتجارب قام بها آخرون قبلي، وإنما أفعل هذا لأتأكد من صحة التجربة ودقة نتيجتها. أنا مسؤول أمام تلامذتي عما أقوله لهم، وبالتالي لا بد أن أتأكد من صحته، ولن أتأكد إلا عن طريق التجربة. وماذا عن المؤلفات التي تكتبها، رغم أن هناك من السابقين من ألفوا كتبا مهمة اعتمدت أنت نفسك عليها؟ إن أعمال القدماء غير كافية وغامضة من أجل تقديمها للطلاب، لذلك يجب أن تصحح وتكمل حتى يستفيدوا منها أكثر ما يمكن. ولنأخذ هذا الكتاب مثالا. هذا كتاب القانون في الطب لابن سينا. إنه من أهم كتب الطب، إنه مهم للأطباء، ولكن عالم النبات يريد كتابا آخر أكثر تفصيلا وتخصصا. اهتم ابن سينا في هذا الكتاب بدراسة النبات، وتناوله تناولا عاما من حيث أوصافه الدقيقة التي تميزه عن غيره، وذكر أماكن وجوده. أما أنا فأركز على الخصائص الطبية لكل نبات وفوائده في العلاج ومداوات الأمراض، وأقوم بتفصيل المزايا الطبية لكل نبات على حدة. العلم يا أحمد طريق طويل، لا بد لكل من يمر فيه من العلماء أن يترك علامة تنير لمن يأتي بعده الطريق، تماما كما اهتدى هذا العالم بعلامات تركها من سبقوه. فهمت يا سيدي، فهمت. وقد توصل ابن البيطار إلى صناعة أدوية لم يسبقه أحد إليها في عصره. هذا النبات يسمى الهندباء، وقد توصلت لاستخدامات طبية ودوائية متعددة له، ولكن أهم ما اكتشفته أنه قد يساعد في الشفاء من الأورام الخبيثة التي تصيب الجسم. هذا عظيم. حسناً، انتظر أنت.
سيدي، أنا المرأة التي أذكرك يا سيدتي. كنت تريدين دواء لابنك لأنه يعاني من ارتفاع في الحرارة. نعم، وقد بدأ يسعل أيضا. ذهبت إلى كل الأطباء كما طلبت مني ولم تنفع أدويتهم في شفائه. الأدوية تساعد في الشفاء يا سيدتي، ولكن الله وحده هو الشافي. نحن نحاول أن نساعد الجسم على الشفاء فقط. تفضلي. ما هذا؟ سبانخ؟ نعم، إن لها تأثيرا خافضا للحرارة، كما أنها تعالج التهابات الصدر. إن لم تتحسن حالته حتى الغد فاذهبي به إلى البيمارستان النوري، وستجدين هناك كل الرعاية بإذن الله. شكرا يا سيدي. ولما لم تصف لها دواء يا سيدي؟ التشخيص مهمة الطبيب، ولا أريد أن يعتمد الناس على الذهاب إلى أي شخص يتعامل مع الأعشاب طالبين منه دواء، وإلا لتعرض بعضهم للخطر. إنها أمانة، صحة الإنسان وحياته أمانة، ولا يجب أن نستهين بها. وكما شهد المعاصرون لابن البيطار بعلمه وأهميته، ظل اسمه خالداً في تاريخ العلم حتى بعد مرور قرون على وفاته. فقد قال عنه المستشرقون: إن ابن البيطار من أعظم عباقرة العرب في علم النبات، فقد حوى كتابه الجامع كل علوم عصره، وكان تحفة رائعة تنم عن عقل علمي حي، إذ لم يكتفي بتمحيص ودرس وتدقيق 150 مرجعاً من كتب من سبقوه والذين اعتمد عليهم في بحوثه، بل انطلق يجوب العالم بحثاً عن النباتات الطبية فيراها بنفسه ويتيقن منها ويجري تجاربه عليها، إلى أن وصل به الأمر ليبتكر 300 دواء جديد، مع ذكر أسمائها وطرق استعمالها وما قد ينوب عنها. كل هذا عبارة عن شواهد تعرفنا تماماً كيف كان يعمل رأس هذا الرجل العبقري.